انطلق سباق الهيجن بمدينة العريش للعام الثاني على التوالي بعد توقفه لعدة سنوات، إلا أنه عاد بمظاهر احتفالية تؤكد على رسالة السلام وعودة الأمن والأمان لشمال سيناء. ويأتي السباق بمشاركة 600 مشارك من 17 محافظة يخوضون 26 شوطا على مدار يومين. وسط هذه الأجواء المبهجة ضمن الاحتفالات بعيد تحرير سيناء، انطلق سباق الهيجن بمدينة العريش للعام الثاني على التوالي بعد توقفه لعدة سنوات، إلا أنه عاد بمظاهر احتفالية تؤكد على رسالة السلام وعودة الأمن والأمان لشمال سيناء. يتم إبلاغ المحافظات كلها المهتمة بهذه الرياضة للحضور إلى العريش، ولم يبقى حتى القوات المسلحة والشرطة، كل القيادات مهدت لنا الطريق لكي يخرج هذا المهرجان بالصوره اللي شايفينها. انت كل محافظات مصر 17 محافظه، عندنا 22 قبيله من قبائل كبيره في مصر موجود في شرم في العريش، عندنا 600 مشارك من الهجن العربيه الاصيله بتتنافس على 26 شوط في زخم كبير وحضور طيب. سباق الهيجن يأتي بمشاركة 600 مشارك من 17 محافظة يخوضون 26 شوطا على مدار يومين بحضور 22 قبيلة يستعدون لخوض هذا السباق كل عام والاحتفال بتوزيع الجوائز المالية على الفائزين. جايين بجمالنا من الأقصر من أسوان ومشاركين، لأن احنا من ضمن عشاقين سباق الهيجن وفي دمنا، وبنسعى الجمل ونولد عندنا وندرب للسبق، وبنيجي شرم الشيخ وبنيجي اسماعيليه وهم بيجوا عندنا الاقصر والوادي الجديد. فالتراث ده اصلا من دم البدو، يعني عاش في دمنا، احنا ما نقدرش نستغنى عنه. وان شاء الله ربنا يتم على العريشة على خير، وسيناء ان شاء الله باذن الله في العمار وزيادة المهرجانات. ويعد سباق الهيجن فرصة لتجسيد التراث السيناوي والتسويق لمدينة العريش سياحيا. هي مقتنيات تراثية كلها عدت أغلبها 100 سنة، لو حضرتك شفت كده الثوب البدوي أو هو ما يميز السمة البدوية لشمال سيناء اختلافا عن كل محافظات الجمهورية هو الثوب البدوي وزينة المرأة السيناوية. زينة المرأة السيناوية دايما بتلبس البرقع والقناع والصوفية اللي هي الحزام والتوب، الزوجة لها توب والبنت العروسة لها توب. يعني البنت دايما عشان هي لسه هتتزوج، وانت عارفين ان البنت لما تيجي تتزوج لازم تتزين ولازم، فبيبقى التوب احمر بالالوان الحمراء، اما اللي بتبقى متزوجة ومخلفة ممكن يبقى باللون ازرق أو أي لون آخر. انطلاق سباق الهيجن تضمن عروضا فنية شارك فيها عدد من أطفال سيناء وفلسطين لرسم البهجة على وجوه الحاضرين. بحب أن أنا أشوف الحاجات التراث زي الأتواب والأفطارات اللي هم بيعملوهم زمان، بحب أنا الحاجات اللي هي التراث كده. اتبسطنا قوي عشان احنا جينا عملنا فقرات واتبسطنا وهنتفرج على سباق الهيجن، صراحة احنا مبسوطين قوي. انا من فلسطين واحنا كتير بنحب التراث وبنحب ان هم كانوا بيشاركونا بكل فرحتنا وبنشكرهم على الاخر. انطلاق سباق الهيجن يعد احتفالا رياضيا يعكس جمال التراث السيناوي وعودة الحياة لمدينة العريش ووضعها على خريطة المدن السياحية الكبرى. محمود جميل، التلفزيون المصري.